نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالعالمين، الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تؤكد انخفاض مؤشرات كوفيد-19 خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. صعوبات في إطفاء حريق في بيجا أتى على 156 هكتارا من الأشجار الغابية. جيش الكيان الصهيوني يهدم منشآت فلسطينية شمالي الضفة. في تفاصيل أخبارنا، يتواصل إضراب القضاة للأسبوع الإضافي بعد أن قررت تنسيقية الهيكل القضائية التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية. وكانت التنسيقية حذرت في بيان أصدرته مساء أمس من اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد القضاة، وفق تعبير البيان على خلفية ما وصفتها بنضالتهم المشروعة، مؤكدة استعدادها للتصدي لجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيد الوطني والدولي. جهويا، قالت راضية الدبغي كهيئة مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان في مداخلة لها في برنامج متنا الحياة على إذاعة الحياة فام اليوم، أن بعض الجهات سجلت ارتفاعا في مؤشرات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن ولاية القيروان لم ترصد ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات، لافتة إلى أن الولاية سجلت بداية من شهر مارس وإلى غاية شهر مايو الماضي انخفاضا في مؤشرات فيروس كورونا. وأضافت أن الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان سجلت أيضا خلال شهر مارس الفارت أكثر من 100 حالة. تلاقي وحدات الحماية المدنية والغابات صعوبات كبيرة في إطفاء حريق اندلع منذ ظهر أمس بجبل المرة في معتمدية مجز الباب من ولاية بيجا، وأتى حتى الآن على 156 هكتارا من أشجار الغابية وخاصة منها الصنوبر. من جهته، قال العميد معز بن خليفة لوكالة تونس إفريقيا لامبا أنه لم يتمكن من إطفاء الحريق اعتبارا لهبوب الرياح مع ارتفاع كبير لدرجة الحرارة في الجهة. قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي في مداخلة له على إذاعة جوهرة فام أن هناك مساعي حثيثة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لإعداد مشروع قرار نهائي يضبط صلاحيات الهيئتين في تنظيم حملة الاستفتاء. قال كاتب عام الجامعة العامة للصحة حسن المزني خلال مشاركته في إذاعة شمس فم اليوم أن العاملين في قطاع الصحة سينفذون يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر جوان الجاري يوم غضب. أوضح حسن المزني أن من أهم مطالبهم ترسيم المتقاعدين والوقتيين. دوليا، هدم جيش الكيان الصهيوني منشآت مدنية فلسطينية شمالي الضفة الغربية بدعوة البناء دون ترخيص. ختام نشرتنا الإخبارية، وهذا أبرز ما جاء فيها من عناوين. الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تؤكد انخفاض مؤشرات فيروس كورونا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. صعوبات في إطفاء حريق في بيجا أتى على أكثر من 150 هكتارا. جيش الكيان الصهيوني يهدم منشآت فلسطينية شمالي الضفة. كانت معكم سوار بن حميدة، لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فام.